أولا، نحن في اللجنة المالية ليس لدينا أي توجه للمساس برواتب الموظفين، سواء كان ادخار أو استقطاع بأي شكل من الأشكال. هذه توجهات الحكومة، ما أشيع ونشر في بعض المواقع التواصل الاجتماعي أو الإعلامية أنه اللجنة المالية هذه أحد مقترحاتها. هذا الكلام غير صحيح، وكان هذا تصريح منسوب لأحد أعضاء اللجنة المالية، وهو نفاها ببيان رسمي. بالتالي ليس لدينا أي توجه بخصوص رواتب مس رواتب الموظفين. في كل قناعتنا أنه هناك أبواب أخرى ينبغي أن تطرق، ثم إذا لم تفتح أي باب أو لم نستحصل أي شيء منها فهذا آخر الدواء، أن نلجأ إلى رواتب الموظفين، خاصة طيب نحن النواب الكرد الذين يعني جاءوا من الإقليم لبغداد، لديهم تجربة مريرة في الإقليم بصراحة. يعني الحكومة في الإقليم ذهبت إلى الادخار الإجباري، وهي مديونة لكل موظف بأكثر من 50 إلى 60 ألف دولار، وهي لا تستطيع سداد هذه المبالغ. بالتالي هذا ليس هو الخيار الأفضل، قد طيب يكون الخيار الأسهل للحكومة وليس الخيار الأفضل. أما الخيار الأفضل هو وهو طرق الأبواب التي يعني ذهبت إليها أموال الدولة العراقية.